السلام عليكم. الاسم ديالي سيدي محمد، الملقب بوتسبا فوندور دي بواسون. الصيفة ديالي اخويا تاجر اسماك هنا بالمريض سيدي رحال، والحمد لله كلشي بخير وعلى خير ان شاء الله. حنا راه غاديين في واحد المسيره جيده ان شاء الله. وهي في الصراحه نقول لك بصراحه، هادشي كيرجع لواحد الاستاذ سميتو الناجي عبد الواحد، كيرجع ليه الخير كامل وهاد الفضل كيرجع ليه بصراحه، واللي نما هاد المنطقه ونما هاد المريصه وقاد المسائل. وحنا غاديين تقريبا في واحد اتجاه زوين، وغادي يكون داكشي من بعد غادي يكون شي حاجه عاوتاني في اعاده الهيكله ان شاء الله. كنتمنى يكون شي حاجه مزيانه، وكنشكروا جميع المسؤولين ديال سيدي رحال، واحد الاستاذ تا هو سميتو ياسين، تا هو اللي كافح من هاد المبادره هذه ديال الاسماك ديالنا. زعما واحد السيد غني على التعريف، تا هو بلا ما نوضحوا اكثر. المعاونه كاينه ولكن المعاناه كاينه، ولكن مره كنتجاوزوا داك الشيء بطريقه ديالنا خاصه، فهمتي ولا هذا الشيء اللي كاين. هي ضروري من باش تكون عراقيل في اي دومين، راك عارف هذا الشيء. واخويا حنا غادي زعما في اتجاه جيد، وكننظموا راسنا براسنا، فهمتي. خاص شي حاجه بحال قلتي الدراري اللي خدامين هنايا، كل واحد شويه وكنريقلوا وكنقضيو الغرض ديالنا باش المسيره تمشي مزيان. الا كنت عندك وثائق وعندك جمعيه وكيتصنتوا لك ناس بحال السيد العام الله يخلف عليه، هو راه هو دار واحد المبادره طيبه معنا، ما نساوش الخير ديالو. وهادشي اللي كاين اخويا، راه حنا غادي مزيان ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للاسماك اللي كتدخل المريصان، نعم سي، واش من الصيد ديال الشاطئ؟ كاين الصيد المحلي وكاين الاخر، كاين اللي بغى شي حاجه كيلقاها. عندنا الحوت، عندنا مريصه مزيانه في مستوى ماشي، وكاين حتى الحوت. دابا كيقول لك الحوت مثلا، اش بغيتي تسولني على الحوت اللي كيجي من على برا الصحراء؟ الصحراء مالها؟ بنغلاديش ماشي مغرب. الحوت راه حوت حي، اللي باغي الحي غيلقى، واللي بغى في راي كاين. كاخا كتسمي تفضل. اكم محمد ماكور، صيفتي كمهني مع بائع اسماك. الحمد لله كما درتي شفتي هذا السوق هذا، راه داكشي زوين والحمد لله الامور مزيانه، بفضل ديال الرئيس ديالنا والناس ديال الجامعه السيد الرئيس والباشا وداكشي معاونين معنا، وكلشي بخير الحمد لله، داكشي مزيان هاد الساعه الحمد لله. شنو هما المعيقات اللي كتعرض لكم السبيل ديال الحمد لله؟ حنايا ما عندنا حتى شي معيقات، هنايا كنتجاوزوا داكشي بيدينا، اللي كدينا عليه كنديروا، اللي ما كديناش اللي كنعيطوا للمسؤولين كيجيو يديروا. ومعنا الرئيس ديالنا ما كيخونشنا السوق ديما، حتى هو كيراقب كبيره وصغيره، حتى هو كيتعاون معنا، وحنا الحمد لله الدراري بحال اخوت كاملين، واحد كيدير الخدمه ديال واحد. وحنا كنقولوا للزبانه مرحبا بكم، والمريصه ديال السيد الحارة معروفه، وحنا راه بالمجهود ديالنا ومجهود ديال السي الرئيس ديالنا والناس ديال الجامعه الحمد لله داك الشيء الامور كما قلتي راه غادا بخير هاد الساعه الحمد لله. نتمنوا من الله تبقى غادا بحالكم.